الأقنعة لعبت في حياتك دور؟ اتخدعتي كتير؟ يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. أي أقنعة خدعتك أكتر؟ قناع إيه لما تلبس خدعك أكتر؟ صحبية، صداقة. يا خبر أبيض، لا ده في حد حسيت إن كل اللي بيحصل لي ده مش مهم، بس هو هي الخبطة اللي خبطتها على دماغي. أنت قلتي هو وأنا سمعتك. لا هي انتي قلتي هو ولا سمعتك؟ لا 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 هو، لا ما عنديش هو. قولي يا زينة. لا هي والله. قولي مش هقول لحد. لا لا مش هقول لحد يعني، خليها وانا اتجوزت قليل يعني ما اخاف منك. صحيح، دول لوحدهم. دول لوحدهم، هو كتير. لا هي بجد دي كانت صدمة وجعتني وجع جامد. بس ايه الحكاية؟ ايه اللي حصل؟ قومت نفسي. لا مش حكاية تقيم. لا قولي لي، احكي لي، قولي لي ايه اللي حصل. مش حكاية. طب قولي لي حاجة تقدري تحكيها من غير حتى ما تقولي أسماء. قولي لي حد خدعك بقناع وكانت الخدعة كبيرة أثرت فيكي. يعني هي دي ممكن أكتر واحدة أثرت فيا. لا أنا أصل اللي الخدعات اللي العادية دي اللي هي ما بتعدي، عادي تعودنا. لكن دي مثلا كانت صاحبتي 14 سنة. ها. كانت خبطتها 14 سنة في نص الدماغ يعني. عملت ايه؟ انا ولا حاجة، انا وقعت في مشكلة فبيسألوها بيقول لها طب انت تعرفي حاجة عنها؟ قالت لهم لا هي مش صاحبتي اساسا. وهي كانت انتي تنكرت منك. فوجعتني بجد يعني، وجعتني وجع جامد. طبعا تخطيته بس خد وقت، خد وقت عشان اتخطى علاقه كانت كنت فاكره انها ثبات عميق يعني. 14 سنه ده هي جزء من حياتك، جزء اساسي، جزء كبير. فدي كانت بتوجع يعني، دي حاجات خبطات من اللي بتوجع قوي. خبطات الشغل انا اعتقد انها كلها ما بتوجعش، لاني بعتبر ان الشغل شغل يعني. يمكن مرة زمان اتوجعت، كانت بجد وجعة جامدة قوي. كان في فيلم مفروض أنا أعمله مع محمد خان بطولة أحمد زكي، وكنت صغيرة. جابوا نهلة سلام. جابوا نهلة سلام. دي برضو من الحاجات اللي في الشغل اللي وجعتني يعني. قعدت 3 أيام أعيط. أنا نادرا يعني، أنا في طلاقي بزعل يومين يعني. دي وجعتني أكتر. وجعتك عشان كنت صغيرة؟ كنت صغيرة، وكنت أحمد زكي يعني ومحمد خان يعني حاجة بالنسبة لي حلم. فلما راح طبعا وجعني، بيوجع جامد. إنما دلوقتي لو شغل باظ يعني عادي. الحياة عرفتك إن اللي يجي في الشغل أهون بكتير من اللي يجي في أي حاجة تانية؟ من البني آدمين أهون بكتير من البني آدمين. حتى نصب الفلوس أسهل من وجع البني آدمين، من حد قاصد يوجعك. تخنتي؟ اه كتير، بس عملت نفسي مش عارفه. بجد؟ انت من الستات اللي بتعمل نفسها مش عارفه؟ اه بس بطلت يعني بعد شويه كده بطلت، بس مش بنفس السبب. ما بحبش اتطلق بسبب الخيانة. ما بتحبيش تواجهي راجل انه خاين؟ لا. ليه؟ عشان انا اقوى منك. أقوى من إنك تكسري عينه وتصغريه؟ لأني لو عايزة أطفشها هعرف. بس أنا ببقى ساعتها هو اللي اتكسر، مش عايزة. فمش عايزة العلاقة خلاص، أعمل مجهود فيها ليه؟ يعني إنك تقولي سبب إنك ماشية، إنك تقولي أنت خنتني فأنا ماشية. لا أنا أعرف أخلي الراجل هو اللي يبقى ماشي مش أنا. كمان؟ آه. وأنا وافق على المشاكل. لا. يعني وليه تكسري نفسك حتى قدام يعني قدام راجل؟ ليه تكسري نفسك وتبيني نفسك ضعيفه قوي كده وتخنتي وبتاع مش مستاهل. شفتي خيانتك بعينك قبل كده؟ اه مره. اوف. كان رد فعلك ايه؟ كنت في تانيه جامعه، فكنت صغيره قوي، فقالوا لي روحي. رحت هبله يعني. وشفتي؟ شفت. عملتي ايه؟ كسرت المكان على دماغه. عملت ايه؟ دغدغت المكان كده صغيره بجد. شغل عيال يعني، هنصغر نصغر للاخر. اه.
كسرت الدنيا على دماغهم وخلاص ومشيت.